مشاهدي عين على البرلمان في هذه الفقرة الخاصة، ومع بداية موسم حصاد وتوريد القمح خلال السنة الماضية كانت هناك أزمة متعلقة بخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية. هذا العام أزمة أخرى مع الأقماح بعد أن فجرت لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب ما عرف بقضية فساد القمح، حيث أكدت هذه اللجنة وجود عجز في الصوامع الخاصة بتخزين واستقبال القمح المحلي الموجود في مصر. نحن اليوم بصحبة هذه اللجنة في إحدى الجولات المفاجئة على إحدى الصوامع، وبصحبة رئيس هذه اللجنة النائب مجدي ملك. سيادة النائب، برحب بك أولا. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية سيادة النائب، أريد أن أعرف أهم ما تم رصده من تجاوزات في الصوامع الخاصة بتخزين القمح. أعتقد أن الموضوع من السنة اللي فاتت لما حصل عجز في المخزون الاستراتيجي لمصر في شهر 4، وتم فتح باب الاستيراد أثناء التوريد، وتم الصرف أثناء التوريد برضو، كان التوريد بيتم والصرف بيتم، ووصلت الأمور ولدينا بعض الحقائق وبعض المستندات ومعلومات مؤكدة أن حجم الاستنزاف لأموال الدعم فاقت 2 مليار العام الماضي. هذا الأمر إحنا معنيين بيه. السنة اللي فاتت ما كانش في مجلس النواب، أنا من شهر 1 تقريبا وأنا ببحث في هذا الموضوع، بتواصل مع كثير من الناس الفنيين اللي لديهم خبرة كافية، وبالأساس أنا أساسا مهندس زراعي. تقدمت بعدة طلبات لمجلس النواب، كان آخرها طلب أحاطة، ثم تقدمت بالطلب الأخير لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فساد التوريدات الوهمية في محصول القمح. وافق مشكورا السيد رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب على تشكيل اللجنة بعد أن تأكدوا أن هناك وقائع فلية بتضر الاقتصاد المصري، بتضر الفلاح المصري، محتاجة إلى إعادة تصحيح، وإحنا كأعضاء لمجلس النواب معنيين بشكل أساسي في هذه اللجنة لإعادة تصويب سير العملية والمنظومة بأكملها في هذا القطاع تحديدا، بداية من استلام المحصول وتوريده، مرورا بالتخزين، مرورا بالصرف، مرورا بالطحن، مرورا بإنتاجه إلى رغيف الخبز بإذن الله. لأن يعني عايز أقول لحضرتك الكلام اللي بيتداول أن هناك يعني إحنا وفرنا يعني ملايين الأطنان في خلال السنوات الماضية، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، بل على العكس أن نسبة الاستهلاك زادت، وأن المنظومة إذا كان في شكلها جيد لكن التطبيق ليها في ثغرات كتيرة بتسمح للفاسدين ولضعاف النفوس أنهم يتربحوا ويتربحوا بالملايين، بل أقول بالمليارات. هي عبارة عن توريد وهمي، إحنا لما بنروح مكان ما لدينا معلومات معينة عنه، هذا المكان سبق تفتيشه من قبل الأجهزة الرقابية، وزارة التموين وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين، بنروح المكان بنكتشف أن المكان، يعني لك أن تتخيل أن كثير من هذه الأماكن هي في الأساس ليست توريد وهمي فقط فيها، بل أن المكان نفسه ليس له كيان قانوني، لا يحمل سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية ولا ترخيص، ومع ذلك تم التعاقد معه من قبل وزارة التموين وهيئة الصوامع. هذا الكلام مخالف لكل القوانين ولكل الأعراف المتعارف عليها. بنكتشف طبعا أن السجلات اللي موجودة وهمية، بنكتشف أن كشوف الحصر اللي موجودة وهمية، بنتواصل مع بعض المسؤولين في وزارة الزراعة للتأكيد ومراجعة كشوف الحصر اللي تم على أساسها التوريد واللي تم على أساسها صرف هذه المبالغ لأصحاب هذه الصوامع والهناكر. بكل أسف بنكتشف أنها كشوف مزورة وكشوف وهمية ولا أساس لها من الصحة. سيادة النائب، هل المخالفات الموجودة والمضبوطة إلى الآن هي المخالفات الموجودة في القطاع الخاص فقط، أم أنها مخالفات موجودة أيضا في الشؤون المتعلقة بوزارة التموين؟ في حقيقة الأمر نحن معنيين بالقطاع الخاص تحديدا، لأن معظم المعلومات والبلاغات التي وردت إلى اللجنة كانت تتحدث عن أن هذا يحدث في القطاع الخاص. إجمالي المخالفات تقريبا المالية إلى الآن سيتم الإعلان عنها في حينه، في نهاية عمل اللجنة في نهاية هذا الشهر، عندما نتقدم بتقرير لمجلس النواب بتوصيات ليتخذ المجلس ما يراه من توصيات ومن قرارات
ملزمة للحكومة المصرية بإذن الله. سيادة النائب، هل إجمالي المخالفات المضبوطة إلى الآن تقدر بالمليارات كما نسمع؟ لا فندم، هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وكل ما يتداول من معلومات عن أرقام ليس له أساس من الصحة. نحن لدينا وقائع، لدينا بالفعل مبالغ محددة، لأن نحن لا نريد أن نتجنى على أحد ولا نريد أن نظلم أحد. نحن لجنة من مجلس النواب المصري، غرضنا الأساسي هو البحث عن الحقيقة، والحقيقة فقط مجردة، ليس لنا أعداء وليس لنا أهداف وليس لنا أغراض. نحن نبحث عن الحقيقة لتقديمها للرأي العام. هناك وقائع فساد نحن متأكدين منها، وتصل ليس بالملايين، الأمر يتعدى هذا، سيتم الإعلان عنها في حينه حين نتقدم بالتقرير لمجلس النواب. هل تم ضبط مخالفات أيضا في الشؤون المتعلقة بشقيق النائب طارق حسنين، خاصة بعد يعني المناوشات التي حدثت بينه وبين لجنة تقصي الحقائق؟ جميع الصوامع والأماكن التي قامت اللجنة بزيارتها بها مخالفات. نحن نتعامل مع الجميع، وأعتقد أني هذا الأمر تحديدا يؤكد لك إلى أي مدى اللجنة جادة، إلى أي مدى نحن نتعامل بشفافية. لا يوجد مسؤول على أرض مصر فوق المساءلة أو فوق المحاسبة، مش حد فوق المساءلة أو المحاسبة أيا كان وضعه وأيا كان هو مين، وهنجامل على حساب بلدنا؟ بكل تأكيد لا. وزارة التموين في هذه الأزمة أخرجت أكثر من بيان، ضمن هذه البيانات بيان أنها تقول أنها هي التي رصدت هذه المخالفات، وأنها هي التي بادرت بتقديمها إلى الأجهزة الرقابية. ما تعليقك سيادة النائب؟ وزارة التموين لم تتحرك إلا بعد أن وجه لها خطاب من لجنة تقصي الحقائق، وهي تعمل ومعها أجهزة رقابية. نحن حريصين أن نساعدها وأن نساندها وأن نعيد تصويبها، لكن بكل أسف أنا بقول لحضرتك هذا التصريح، إن إحنا الأماكن اللي إحناها سبق أن زارتها هذه اللجان قبلينا بأربع خمس أيام أو بأسبوع، وبكل أسف يعني عايز أقول لك إن الجرد اللي بيتم بواسطة اللجان المشكلة نتيجة لعدم وجود فنيين، نتيجة لعدم وجود خبرات، نتيجة لعدم وجود أجهزة ذات تقنية عالية، غير صحيحة وغير دقيقة. وإن ما تقوم به اللجنة حاليا هو الأرقام الصحيحة والدقيقة، لأن إحنا حضرتك معانا يعني شركة دولية تم ترشيحها، وأنا بؤكد لحضرتك هو من قبل السيد وزير التموين أثناء انعقاد اللجنة الاقتصادية أمام جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية. وهذه الشركة شركة معتمدة، وتتعامل معها وزارة التموين، وتتعامل معها الجمارك المصرية في قياس السلع وتقديرها. وزيادة للتأكيد، نحن نصطحب معنا في كل جولة يعني لجنة مشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تراجع هذه البيانات، وزي ما سيادتك شايف طالعين على الصوامع، ضابط فوق طالع على الصوامع في آخر الدنيا بيراجع القياسات. لا يستطيع أحد أن يشكك في عمل اللجنة، ولن نقبل أن يشكك أحد في عمل اللجنة، لأن ليس لنا غرض إلا إظهار الحقيقة. إذا كان يعني هذا التصريح يعني قد يكون هو بشكل أو بآخر، نعم أنا معايا في اللجنة برضو مندوب وزارة التموين، ما هي دي مؤسسات الدولة، وإحنا معنيين ببناء مؤسسات الدولة. إحنا مش بنهد مؤسسات الدولة، ده إحنا حريصين على كل مسؤول بيعمل، حريصين على كل قطاع في مؤسسات الدولة. وزارة التموين أيضا قالت أن هناك نوع من أنواع تصفية الحسابات بين لجنة تقصي الحقائق وبين بعض أصحاب الصوامع التي يتم زيارتها. فندم يكفي أن أقول لحضرتك أن الأعضاء اللي موجودين النهاردة يعني أعضاء محترمين ليس لهم صلة بهذا القطاع، وأنا حريص كل الحرص، وأنا وبالتأكيد معايا كل السادة النواب أن يتم العمل بكل حيادية وبكل نزاهة. وأعتقد أن ما تم في الصوامع السابقة وما تأكد من قياسات، يعني عايز أقول لحضرتك أنت لما صومعة طولها 25 متر وتيجي اللجنة بتاع وزارة التموين تقول أنها مكتملة، وأنا ألاقي ما فيهاش غير 11 متر قمح وهي ساعتها 6000 طن، يبقى أيهما أصدق؟ لا، بص، لا يستطيع أحد أن يشكك في عمل اللجنة، وغير مقبول، لا وزير التموين ولا غير وزير التموين، كلام ده لا نقبله. سيادة النائب، هل تعتقد أن وزارة التموين سيكون عليها مسؤولية سياسية في هذه الأزمة بعد التقرير النهائي؟ المسؤولية مشتركة فندم، بداية من اللجنة التي استلمت هذه الأقماح والمؤسسات والهيئات التي صرفت هذه المبالغ، دي مسؤولية مشتركة سنحددها في التقرير النهائي للجنة بإذن الله. النائب مجدي ملك، هل الدكتور علي عبد العال طلب منكم عدم إصدار أي بيانات صحفية متعلقة بعمل لجنة تقصي الحقائق؟ الدكتور علي عبد العال حريص
على عمل اللجنة، حريص أن يتم العمل بمنتهى الحيادية وبمنتهى الشفافية وبمنتهى النزاهة. والدكتور علي عبد العال يثق كل الثقة في أعضاء اللجنة، ويعلم تماما أننا ليس لنا أي أغراض شخصية، بل نبحث عن الحقيقة، الحقيقة مجردة، لأن هذا الأمر تم إثارته العام الماضي قبل أن يكون هناك مجلس نواب، وأنا متأكد أن الاستنزاف في الدعم العام الماضي يفوق الاثنين مليار، وده شجع الكثير من بعض المستثمرين أن يقوموا بإنشاء الصوامع، لأن أصبحت يعني وسيلة للتربح بشكل، لأن المنظومة القائمة على هذا القطاع هي اللي بتسهل الاستيلاء على المال العام، وهي اللي بتسهل هذا الاستنزاف للدعم. ليس فيها إحكام وليس فيها ضوابط منظومة الدعم التي تقدم للفلاح، هي التي جعلت هناك وسيط يتربح من خلال سواء أولا، عشان برضو عايز أوضح لحضرتك أني هذا الاستنزاف ليس فقط باستبدال الأقماع، التوريد الوهمي ثم يتم كتابة عدد من الأطنان أكبر من المخزون ثم يتم توريدها على في صورة أقماع مستوردة، ليس هذا فقط، بل هناك كثير أربع طرق أخرى تساعد على هذا الاستنزاف. بقول لحضرتك بداية من التوريد والتخزين ومشاكل الطحن ومشاكل شركة سمارت اللي هي بتاع الكروت الذكية، المنظومة في شكلها جميل، لكن لا، هناك بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها ويجب تصويبها، ونحن بصدد العمل على تصويب وتصحيح الأخطاء وليس هدم المؤسسات. يعني احنا حريصين ان احنا نبني مؤسساتنا ونبني دولتنا، وحريصين على كل المسؤولين وكل المصريين، بداية من التجار وبداية من أصحاب الصوامع وبداية من الفلاح المصري. بعد الانتهاء من هذا التحقيق أيضا، هل سيتم إحالة التقرير النهائي إلى النائب العام؟ هذا شأن المجلس، هذا شأن المجلس، وهذا ما سيتخذه المجلس بصفة خاصة بشكل خاص بعد عرض التقرير على الجلسة العامة، وهذا الأمر لا حديث عنه في حينه، لكن نحن جادين بكل تأكيد على محاسبة أي مسؤول مقصر، جادين أن نصوب هذه الأخطاء اللي موجودة في منظومة توريد الأقماح، وجدين أيضا أن نحافظ على مكتسبات الفلاح المصري الذي ظلم ويظلم على مدى 40 عاما. هل تعرضت لجنة تقصي الحقائق في مسألة صوامع القمح إلى أي نوع من أنواع الضغوط في ممارسة عملها؟ لا يستطيع أحد أن يقوم بالضغط على اللجنة أو أن يوجه سير عملها، ونحن نعمل بكامل الحرية وبمطلق حرياتنا، ولا يوجد ما يسمى بضغوط. هل سيكون هناك أي جانب من الجوانب الجنائية قد يطرح نفسه في هذه القضية؟ هذا ما سيحدده التقرير وما ستحدده الجهات الرقابية التي تقوم بالضبطية القضائية وهذا الشأن. سيادة النائب مجدي ملك، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الإيضاح وعلى هذا الحوار. شكرا فندم. أنا بس عايز أقول للشعب المصري أن مجلس النواب الحالي لسه ما كملش 5 شهور، وبكل تأكيد احنا جادين ان احنا نقف جنب الناس، وجادين ان احنا نصوب حالة الترهل والأداء السيء لمؤسسات الدولة. وحضرتك للمرة الألف انا بكرر، حضرتك شايف قد ايه الرئيس بيبذل جهد، وقد ايه القوات المسلحة النهاردة احنا بنحملها فوق طاقتها. احنا النهاردة لو تبص للمشهد في مصر، احنا بنحارب إرهاب في 3 جبهات، ومع ذلك بنستخدم، يعني النهاردة أنا بستدعي ليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأنها محل ثقة الشعب المصري ومحل ثقة كله، عشان ما يبقاش فيه تشكيك وما يبقاش فيه حد يطلع يقول إن دي لجنة ولا دي شركة ولا الكلام ده. القوات المسلحة بوجه كل التحية لكل قيادات القوات المسلحة على تعاونهم معنا وعلى أدائهم في كل القطاعات في كل أنحاء مصر. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.